السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم في قناة كيدزي تشانل. هنبتدي نعمل مع بعض سلسلة من الاكتيفيتيز مع الأطفال في عمر من ابتداء من عمر سنة ونص لحد سنتين ونص. ده سن بيبقى كله يعني بيبقى عايز يتعلم، ولكن دايما بيبقى عايز يلعب، يعني مش عايز تقعدي تقولي له كذا 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 نظري او كده، لا. فاحنا عشان كده احنا قررنا نعمل سلسلة الأنشطة ديت او الاكتيفيتيز ديت مع بعضينا، بحيث ان احنا نساعد بعض ان احنا نتعلم افكار جديدة ونعلم ولادنا بطريقة ممتعة، ويبقوا بيلعبوا ونقضي وقت ممتع معاهم ويتعلموا برضه. طيب النهاردة الاكتيفيتي بتاعنا هو ايه؟ النهاردة الاكتيفيتي بتاعنا هو عبارة عن سورتينج ايه للالوان. احنا هنعمل ايه؟ هنقسم الالوان بتاعتنا. في بعض الحاجات اللي المفروض ان انت تاخدي بالك منها وانت بتعملي النشاط ده مع ابنك او بنتك. المفروض انك انت هتجيبي الاطباق اللي عندك اللي هتعملي فيها السورتينج لازم تبقى شبه بعضها. انا عندي اطباق شفافة او علب شفافة، او عندك مثلا اطباق بلاستيك، ممكن تجيبي اطباق بلاستيك، ممكن تجيبي اطباق نفس اللون ابيض او شفاف، بحيث ان ما يبقاش فيه لون يختلف عنه، يعني مش ازرق مش احمر مش اصفر مش اي لون، لا هي لون شفاف او لون ابيض. اوكي، وبعد كده هتروحي جايبه لو انت عندك العاب الوان كذا لعبه مثلا، ممكن انك انت تقسميهم بالالوان ازرق احمر اخضر، اعمليهم كده. انا ما عندكيش، هتروحي جايبه ورق ملون من عند المكتبة وتقسميه مربعات بالشكل ده، ادي مثلا لون الاحمر، ادي اللون الاصفر، وادي اللون الازرق، موجود في كل المكتبات. اوكي، وبعد كده بتحطيهم قدام الطفل وبيبتدي هو يعمل، طبعا انت بتلخبطيهم على بعض، بتلخبطيهم بالشكل ده. اوكي، وبعدين بيبتدي الطفل ان هو يعمل ايه، يقسمهم بقى، ادي الازرق هحطه هنا في مكان لوحده، والاصفر هبتدي اطلعه من ضمن الثلاث الوان، ما تكتريش عن ثلاث الوان، يعني لو انت لسه بادئه النشاط ما تكتريش عن ثلاث الوان، ادي الاصفر وادي هيختار الاحمر. الاحمر تاخدي بالك من حاجه برضو تانية، ان الالوان اللي كنتي هتختاريها ما يكونوش قريبين من بعض، يعني مش لبني وازرق مش اخضر ولون تاني مقارب له، لا، يعني حاولي ان الالوان تبقى الوان عندك الالوان الصريحه اللي باينه، بحيث ان الطفل يعرف ان هو يميز ما بينهم بسهوله ويطلعهم بسهوله، يبينوا في العين. بعد شويه تبتدي تقولي له، بعد ما نعمل السورتنج ده تبتدي تقولي له اسمائهم، ده ازرق ده اصفر ده احمر، وتبتدي مع التكرار هيتعرف على اسم كل لون، وتبقى انت كده عرفتي تعلمي الالوان بسهوله جدا. عندي زي ما قلت لك لو عندك العاب بنفس الالوان، يعني الوان اصفر احمر اخضر او ازرق واصفر او احمر، ممكن انك انت تحطيها له برضو يعمل بيها سورتينج. ممكن ما عندكيش، ممكن تعملي تلوني مكرونه مثلا، تجيبي مكرونه تلونيها اصفر احمر ازرق ويبدا الطفل ان هو يعمل سورتنج برضو ليها. الافكار كتير في موضوع الالوان دوت، و ده نشاط مهم جدا للاطفال ان هم يتعرفوا فيه على الالوان. يا رب اكون فدتكم، يا رب يكون نشاط عجبكم، ولو عملتوه مع اولادكم يا ريت كومنت، ما تنسوا سبسكرايب. باي باي.